الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، هذا على الرجال والنساء أيضا. الصيد يقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم عليه أن يصيد صيد البر، لكن صيد البحر مسموح. يعني اللي يصيد في البحر مثلا واحد محرم بجدة، هو محرم مثلا راح البحر وصاد ما عليه شيء، لكن الذي يحرم صيد البر. ومقصود صيد البر قال صيد البر المأكول، صيد البر المأكول الوحشي. إذا صيد بر وحشي مأكول، كم شرط؟ أربعة: أن يكون صيد، أن يكون بريا، أن يكون وحشيا، أن يكون مأكولا. فلو واحد صاد صقر أو صاد ذئبا ما عليه شيء، ليش؟ غير مأكول، هذا غير مأكول. إذن لا بد يكون مأكول، لا بد يكون وحشي. وحشي يعني ما هو أليف، يعني الخروف ما هو وحشي، البعير ما هو وحشي، البقرة ما هي وحشية، الغزال وحشي، الأرنب وحشي. الوحشي هو الذي يصاد، أما هذه تربى في البيوت هذه. إذن أن يكون وحشيا، أن يكون مأكولا، أن يكون بريا، أن يكون صيدا. لو واحد اشترى غزال مطعم يبيع لحم غزلان يجوز، لأن هذا إيش؟ ليس صيدا، أنت ماك من مطعم، ما هو صيد. فإذا الذي يمنع منه الإنسان هو الصيد، هذا الذكر والأنثى في هذا سواء. قال والدلالة عليه والإعانة على قتله كذلك من نوع، يعني لا تصيد ولا تشارك بأي مشاركة في الصيد. إذن صيد البر الوحشي المأكول ممنوع على المحرم والمحرمة. قال وإفساد بيضه كذلك ممنوع، قتل الجراد ممنوع إلا إذا آذتك، إذا لم تؤذك الجرادة لا تجيها، لا تقصدها. وابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى جاءه رجل قال قتلت جرادة، قال تصدق مقابل الجرادة التي قتلتها. فالقصد أن اللي ما آذاك لا تأذيه، لا تأتيه. قال والقمل للبراغيث، الصحيح القمل والبراغيث وغيرها من الحشرات المؤذية يجوز قتلها،